السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم صحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نقدموا معكم واحد الكاشير كيجي جديد وكيجي غزال. غيتبعوا معايا المراحل وغادي تشوفوا كي غادي يجي. بالنسبه للمقادير عندنا 4 ديال البيضات، عندنا كاس لاروب ديال الزيت، عندنا حشيه ديال الزيتون، عندنا واحد الطماط البنه والملون، واحد جوج الفرماجات، وواحد جوج درج ديال الثومه محكوكين، وشويه ديال الربيع، وعندنا الفورص غادي نشوف شحال معلقه غنديرو، وعندنا شويه ديال التحميره، شويه ديال البزار، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الخرقوم، وشويه ديال الملحه. نبداو على بركه الله. دابا اختي هي اللي غادي تقدم معكم هذا الكاشير، ها نتوما تابعوا معاها المراحل كاملين. غادي نبداو بربعة ديال البيضات، غادي نزيدو كاس لاروب ديال الزيت، غادي نزيدو هاد جوج فرماجات. انا اختي كدير هاد الفرماج هاد الكاشير وكيعجبني، وقلت لها اجي غتحضر عندي وبغيت نصور معاكم باش تشوفوا المراحل كامله اللي كدير. دابا غنزيدو الثومه، وغادي نزيدو قزبر ومعدنوس، غادي نزيدو الزيتون، وغادي نزيدو هاد الطماط ديال البنه، دابا غادي نزيدو التوابل كلشي اللي قلت لكم. دابا غادي نزيدو الملون، الملون على حسب، غادي نديرو شويه حتى نشوفو جانا اللون هو هذاك غادي نكتفيو، ما جانا خاصو غادي نزيدو. دابا غادي ها نتوما شوفو الخليط اللي جا، راه كيبان لكم ليموني، هو راه كيبان حمر غير مع التصوير تيبان لكم هذا اللون. دابا غادي دير 5 ديال المعالق ديال الفورص وغادي تشوف، هو المهم الخليط غادي يكون على شكل كيكه، بحال شكل ديال الكيكه غادي يكون، وغادي نستمروا دابا وغادي نشوفوا في الاخير كي غادي يجي. هانتوما الخليط كيجا، راه من بعد دوك 5 المعالق ديال الطحين زدنا جوج اخرين، يعني حصلنا على 7 ديال المعالق ديال الطحين، وكيجي على هاد الشكل. هانتوما كتشوفو كي داير الشي، راه اللون ديالو حمر، راه غير مع الكاميرا ما غاديش يبان لكم حمر، هذاك المقدار اللي درت هو اللي جا هو هذاك. انا دابا غادي نجمعو هادشي وغادي نديروه في بلاستيكه، وخلينا هاد الشيه ديال الزيتون غادي نديروه باش يبقى باين في الاخر. صافي غادي نحركو هذا، غادي نحركو هاد الزيتون باش يتخلط هنا، من بعد غادي نكبوه دابا في البلاستيك. كما كناخدو بلاستيكه، بلاستيك عادي داك اللي كنديرو فيه اللحم في المجمد، كنديرو ليها هكذا وغنكبو فيها الخليط. ها حنا من بعد ما درنا الخليط في البلاستيكه غادي نديرو ليه هكا، غادي نجمعوه، ها نتوما تشوفوا كيفاش غادي تجمعوه. غادي ديرو دابا في السلوفان،
صافي غادي تجمعوا على هذا الشكل. لفات الكاشير في السلوفان كيجي على هذا الشكل. دابا غديروا في الكسكاس صافي وغادي ديروه الفور. شحال غادي ديريه الفور؟ ساعه الا ربع. ها الكاشير ديالنا من بعد ما طاب كيجي على هذا الشكل، كيجي زوين. انا غادي نقطعو معكم واخا راه باقي سخون، جاي باش نوريكم الكاشير كي كيجي. ها انتما كتشوفوا راه كيجي شهوه منه. كنتمنىكم تجربوه. هانتوما الكاشير كي كيجي، شتو كيجي زوين. هانتوما الكاشير ديالنا كي كيجي، كيجي على هاد الشكل. كنتمنى هاد الوصفة تنال الإعجاب ديالكم، غتجربوه راه زوين. الإنسان يدير الحاجة ديال الدار كتكون حسن من ديال الزنقة. حاجة درتيها وعرفتي أش درتي فيها. كنتمنىكم تجربوا هاد الوصفة راه غزالة. يلاه والسلام عليكم هاد الساعة.